احنا بنتكلم على مقالة منشورة في الـ MDBI في 22 فبراير 24، يعني مقالة حديثة، والحقيقة هو بيبقى فيه تفتيح لكلام في مواضيع بتكون جديدة. وعنوان هذه المقالة The Rule of Small Molecules Containing Fluorine Atoms، اللي هي ذرات الفلور، In Medicine and Imaging Applications. ومعنى كده دور الجزيئات الصغيرة المحتوية على ذرات الفلور في التطبيقات الطبية والتصويرية. الحقيقة أن عنصر الفلور داخل في تطبيقات كتير. هنتكلم في الأول الخلاصة ونقول بعض الأمثلة ونكمل بعد كده الموضوع واحدة واحدة. أول حاجة، بتمتلك ذرة الفلور العديد من الخصائص الجوهرية التي يمكن أن تكون مفيدة عند دمجها في جزيئات صغيرة. بتتضمن هذه الخصائص حجم الذرة والسلبية الكهربية وقدرة على حجم مواقع الأكسدة الأيضية، وإن البدائل التي تحتوي على الفلور والمجموعات المحتوية على الفلور منتشرة حاليا في الأدوية التي تخفض الكوليسترول والربو وتعالج اضطرابات القلق، وهنقول أمثلة ليها، فضلا عن تحسين الخصائص الكيميائية العديد من الأدوية والكربوكسيانين والأصباغ زي الفلوروسين ورودامين والكومارين المستخدمين في التصوير. وسنتناول الهياكل الصبغية المذكورة، دم ذرة الفلور في الهيكل ومساهمة لتقدمها لتطبيقها كعامل تصوير. ومن المهم أيضا السكرانية، التعرف على ذرات الفلور المشعة المستخدمة في التصوير المقطعي بالإصدار البوزيتيروني، اللي هي من البوزيترون، في الكشف المبكر عن الأمراض. وسنناقش في هذه المراجعة الفوائد العديدة لدمج ذرات الفلور في جزيئات صغيرة، وتعطي أمثلة على جزيئات المفلورة المستخدمة في صناعة الأدوية وتقنيات التصوير. في هنا بعض الأمثلة لبعض الأدوية اللي هي فيها فلور، وإحنا يمكن أما كنا بنسمع اسم التركيبة الكيميائية ما جاش في بالنا الحاجة دي فيها فلور. طب إيه ميزة هذا الكلام؟ تحتوي العديد من المستحضرات الصيدلانية على الفلور، وفي الحقيقة إنه هنسمع أسماء حاجات معروفة في السوق المصري، في لأتور فاستاتين أو الليبيتور وروزو فاستاتين أو كريستور والأسيتايلو برام الليكسابرو والفلوتيكاسون أو الفلونيز، وحاجة من ضمن وحاجة اسمها أسينينيب. وفي أدوية لعلاج الصداع النصفي، وبيستخدم المرضى هذه الأدوية في كل فئة سكانية وتأثر وظائفها على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم. ومع ذلك لا تمثل هذه المركبات سوى جزء بسيط من المستحضرات الصيدلانية التي تحتوي على ذرة فلور واحدة على الأقل. وإحنا هنا بس مجرد ذكرنا بعض الأمثلة، وأمثلة متاحة لنا وإحنا عارفينها عشان أما نذكر بعد كده المميزات والعيوب نبقى عارفين هذه المركبات. وسيتم وصف المركبات الصيدلانية وتصنيفاتها بالتفصيل مع إيلاء اهتمام خاص بخصائص المركبات التي تحتوي على ذرات الفلور. مع السلامة.